شكرا كابتن ناصر وصالح، شكرا على الحضور. اولا يا ترمز الله، هو عيد يا ولد يا ولد يا ولد، عيد على طول، عيد على طول. بيحط كرة ايه في سقف الشبكه كده، هي دي ضربه الجزاء في الحماسي بالذات. والله روح جميله جدا جدا. شايفين بقى نجم فريق انبي محمد صفوت، صفوت على طول داخل الاولاد صفوت ومحمد علاء، صفوت ومحمد علاء. يا موسيماني مالك يا موسيماني الان ولا ايه؟ صفوت وداخل صفوت على طول، برافو صفوت على طول، بيحط الكوره نفس الكوره بتاعت عيسى. محدش بيرسم، كله بياخد قراره وبيجي مع بعض كده يا كابتن، لان الجول صغير يا استاذ، الجول صغير على طول. بس هي احلى حاجه في الضربه دي ما تكونش ارضي، لازم تكون عاليه شويه عشان خاطر بالذات، لان الجول بينام على الارض. فطبعا هي لما تكون عاليه طبعا كابتن حيوان ابراهيم اتعلمنا حاجات كتير. الضربه الثانيه محمد محسن، ايوه على طول محمد محسن. محمد مش محمد مكنه يعني، خلاص يعني محمد بس ما شاء الله بهدوء دخل دخل الكوره بشكل رائع يعني. ايه اعصابه بقى يا كابتن؟ طبعا الكابتن ابراهيم بالمناسبه، الكابتن ناصر الكابتن محمد محسن والد الكابتن محسن حميد، يعني كان راجل لعيب كبير وبيلعب خط الدفاع وله صلات الجولات يعني، وكان لعيب ضربات الجزاء، ولو انه كان بيهرب مننا انا نيجي ضربات جزاء بيهرب ما بيحبش يشوط، بس احنا بنيجي عليه فرصه بنفضل عنه. خد الكوره هدف 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 3-2 وفي انتظار الضربة الثالثة لأولاد كامل. اسلام هنا يا بابا هيضيع اسلام شايف كده طبعا اسلام بقى طبعا وانت خايف يقول لك انت اسلام على طول اسلام داخل اسلام حطها يا محمد حطها يا ولد يا اسلام حلوة حلوة ضربة وضربة كابتن سيد عبد الله معاك انا بالورقة والقلم على طول 3-3 حتى الان ضربة وضربة ضربة وضربة هنقول احمد غريب بداية ضربة وضربة للاندلس هو ده كابتن محمد بقى تحت مش شايفين تتعبنا بالليل وبالنهارده احمد غريب وداخل يا ولد يا ولد يا ولد يا احمد ايه الجمال ده؟ ايه الجمال والهدوء والاعصاب ده؟ على طول كده 1-0 داخل مين بقى؟ اوتاكا اوتاكا على طول اوتاكا لاولاد كامل شايف محمد كامل واختار الله والله كابتن واقف كده لازم تهوله على طول اوتاكا يعني انت ما تنفعش تفوتوا وتبدا حته ثانيه انا ما تبدا واحده واحده ثاني ضربه وضربه 1-1 كل اربعه اربعه داخل على طول كم كده؟ حسام شلبي اربعه قصاد اربعه جاب ثلاثه قصاد ثلاثه حسام شلبي طبعا نازل على الدكتور محمد شلبي الله على طول الله الضربه دي يا جماعه لو جت عادي يبقى كده نقول الف مبروك لاولاد كامل ادي لسه والله ما حدش عارف لسه والله ما حدش عارف الضربات دي يا جماعه اسمها ضربات معاناه حتى في ضربات الجزاء يعني سبحان الله يعني وصلنا وسجلنا المباراه زي المباراه بالظبط. كابتن حمام شايف الوضع ايه في ضربات الجزاء يا كابتن؟ لا بصراحه ضربات الجزاء يعني كده المباراه كلها متوقفه على ضربه حسب كابتن حسب ضربه كابتن فؤاد فضل داخل رامي هلا يا مين هو ده رامي؟ بالتاكيد طبعا انتهت المباراه بضربات المعاناه زي ما بيقولوا وانا بقول الفريقين فازوا والله الفريقين فازوا ايه رايك في الفريقين فازوا كده يا كابتن؟
كان زمان عملوها بين الاهلي والزمالك كده، كان الكاس مباراه الكاس اه مناصفه الدوري، لا مناصفه كاس، بس الكلام ده ايام الجاهليه. اما ضربات الجزاء بتشوفها بقى حظ يعني.